مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من ترندز على شاشه القناه الاولى. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترندز اوف ذا ويك. عوده محمد سلام، بوراك وكريم عبد العزيز، الكلب بوكا يتصدر الترند عالميا، نهائي سوبر المصري، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. اتصدر اسم محمد سلام الترند خلال الأيام اللي فاتت، وده بسبب إعلان الشركة المتحدة عن إطلاق مسلسله كارثة طبيعية، واللي هيكون طبعا من بطولة الفنان محمد سلام، وإنه كمان من المفترض إنه يتعرض قريب جدا على منصة واتشت. واللي خلى الخبر يتصدر الترند إنه سلام واحد من أكثر نجوم الكوميديا قربا من الجمهور، وكمان لأنه المسلسل ده هيكون أول بطولة مطلقة ليه بعد سلسلة من الأعمال الناجحة واللي كان سلام بيقوم فيها بدور البطولة الثاني، واللي كان آخرها طبعا دوره في مسلسل كبير قوي 8 من بطولة أحمد مكي. انتشر خلال الأيام الأخيرة صورة للفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري مع والد الشيف التركي الشهير بوراك، وده بعد ما قام الأخير بالاحتفال بوجودهم في تركيا لتصوير أحدث أفلام كريم عبد العزيز الأرض السوداء، واللي بيشاركهم البطولة فيه إياد نصار. الصورة انتشرت بشكل كبير جدا مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي كله، وده بسبب طبعا شهرة كريم عبد العزيز وكمان الشيف بوراك. فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمي، وبتدور أحداثه حوالين يوسف ضابط مصري واللي بيكافح عصابة دولية لتهريب الآثار. اتصدر الكلب بوكا الترند عالميا خلال الأيام اللي فاتت، وده بعد ما ظهر في الفيديو اللي صوره سائح أثناء رحلة طيران شراعي فوق الأهرامات، وكان وقتها الكلب بوكا قاعد فوق قمة الهرم. الموضوع ما وقفش لحد هنا، خصوصا وإنه الفيديو حقق أكتر من 1,000,000 مشاهدة لحد دلوقتي، لا ده كمان عدد كبير من الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية تناولت الخبر بعد ما اشتهر الكلب جدا، وبقى معظم السياح الأجانب بيحرصوا على التقاط صور معاه في منطقة الأهرامات. اتصدر نهائي سوبر المصري بين الأهلي والزمالك، واللي هيتلعب بكرة الخميس في الإمارات، الترند محليا وعربيا، وده بعد ما قدر الأهلي والزمالك أنهم يفوزوا على سيراميكا وبيراميدز ويتقابلوا للمرة التانية في أقل من شهر. الحقيقة أنه مباراة السوبر دي هيكون ليها طابع خاص، وخصوصا أنها جاية بعد وقت قليل من نهائي السوبر الأفريقي، واللي قدر فيه نادي الزمالك تحقيق الفوز على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية. وبكده نكون خلصنا فقرة ترندز أوف ذا ويك. ودلوقتي معنا مع فقرة سكوب. والله لو الإشاعة تتعلق بالكلاس أو بالمسؤولين في المدرسة برجع للمسؤولين، يعني احنا الجروب المفروض في جروب للكلاس غير جروب الماميز. جروب الكلاس بيبقى فيه المدرسين اللي بيدوا في الكلاس مع البنتي، وبيبقى فيها الوكيله المسؤوله عن المرحله، فلو في اي حاجه انا شايفه انها مش منطقيه او اشاعه برجع لها في على الخاص وبسالها، بتاكد من المعلومه اذا كانت فعلا اشاعه ولا حقيقي. لازم اتاكد، لازم ابعت للمشرفه بنفسها واتاكد اللي تم، علشان خاطر احنا كلنا عندنا ابنائنا في المدرسه وعندنا اولادنا، فلازم اتاكد من اي اشاعه بتتم. لا بتجاهله، ما بحبش اعمل تداول لحاجه لو مش متاكده منها. لو هو اشاعه بتاكد الاول اذا كان هو اشاعه ولا لا، لو في اي حاجه بقى ببلغهم هنا في المدرسه. لا بتاكد الاول، ما بمشيش وراه وبفضل بقى اسال هل ده صح غلط. مصدر تمام صح او غلط، لو صح هنشوف بقى الحل، لو غلط هنرجع للاداره. يعني لو الكلام اتكرر كتير من اكتر من شخص بتبقى حقيقه مؤكده، لكن لو مجرد واحد بس اللي قالها بتبقى مجرد اشاعه. لا اطلاقا لازم تبقى الحاجه مؤكده، وانا بصراحه مش من محبي ترويج حتى لو الحاجه مؤكده الا اذا كان مطالب ان انا ادي رايي فيها، لكن غير كده فكره ان انا انشر حاجه سمعتها حتى لو حقيقه ما بيستهونيش الوضع. احنا تيم مع بعض، فمن خلال مثلا بنتابع الواجبات، بنتابع اولادنا، بندي طرق مختلفه لازاي بنذاكر لاولادنا ونشاطهم، انما ما صادفنيش قبل كده ان يحصل اشعه او شيء. اللي عندي مسؤوليات كتير، مش هقعد بقى ورا اشاعه اقعد امشي وراها،
بحب ان انا اتاكد من مصدر المعلومه. من اخواتي بخش على الفيس بتابع بسال بتاكد لو المعلومه صح بعمل شير، المعلومه غلط خلاص. لا خالص بتاكد طبعا الاول، ما دام مش متاكده من الخبر ما بشيرهوش. جروبس الماميز بقت حاجة أساسية في حياة الأسرة المصرية تقريبا، لأنه المفروض أنه من خلالها بيتم متابعة كل شيء خاص بالأطفال في المدارس، سواء كان المطلوب منهم أو الواجبات أو أي شيء متعلق بالطفل في المدرسة. ولكن الجروبس دي زي ما هي مصدر مهم لأي أسرة لكل المعلومات الخاصة بدراسة أبنائهم، بقت كمان واحدة من أهم مصادر الإشاعات، وخصوصا الفويس نوتس اللي بتتبعت عليها من مصادر مجهولة. وطبعا ده بيسبب خوف بين الناس وخلاص، وفجأة برضو بتلاقي نفس الفويس ده انتشر وبقى مبعوث في كل حتة ولكل الناس، ولأن ده طبعا الموسم بتاع الفويس نوتس واللي دايما بتنتشر بقوة في وقت الدراسة. هيكون معانا دلوقتي على زوم صانع المحتوى عمرو الحكيم، صاحب بيج الكلام على ايه والمتخصص في تصحيح الأخبار. ازيك يا أستاذ عمرو؟ ازيك، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس. في البداية عايز اعرف من حضرتك اشمعنى جروب الماميز اللي دايما بينتشر عليها الإشاعات؟ طيب انا هقول لك، هو سنه 1948 كان في واحده من الماميز طبعا انا اللي بقوله ده كلام فاضي، وانا بنهزر اكيد دلوقتي. انا ممكن اطلع اشاعه بسهوله جدا، فواضح ان دلوقتي بقى انك تطلع اشاعه دي حاجه اسهل حاجه، صح. وانك تطلع معلومه كده والناس تصدقها بقت من اسهل الحاجات اللي بتحصل ايام. فجروب الماميز دايما هو اكتر جروب بيبقى فيه كلام ودايما بيبقى فيه ديبيتس، فتلاقي يعني يمكن ده من الاسباب الرئيسيه ليه جروب الماميز ممكن يكون مصدر الاشاعه. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، بما ان انا برضو مامي من الماميهات دول، انا بتهيألي انه يمكن من كتر ما في ستات كتيرة جدا بيتفرجوا على معلومات مختلفة من على السوشيال ميديا، بيكون عندها معلومة من هنا ومعلومة من هنا ومعلومة من هنا، وكل واحدة بيبقى عندها معلومة من حتة، فبيبتدوا يعملوا شير للمعلومات اللي هم اتفرجوا عليها على مدار اليوم على الجروبات دي، وهم فاكرين ان هم كده بينصحوا الأمهات التانية. فاهم قصدي؟ ايوه، هو كمان اعتقد هم عشان قلب الأم والتوتر اللي عندهم بيبقى دايما يمكن اعلى سن، والخوف على الطفل والخوف على المدرسة وكده، فده ممكن بيساعدهم انه اول ما يشوفوا حاجة موترة او بتقلق ما بيروحوش لان هم يدوروا على المعلومة الاخيرة. هو بتروح منطلقة على طول، انا عايز انبه الناس كلها انها تاخد بالها من الحاجة دي، فبتجيب ربع المعلومة وتزود عليها ما هي تتوقعه انه ممكن يوم بقية المعلومة وتقولها. ويمكن ساعات كمان بتكون المعلومة اللي احنا بنتفرج عليها اساسا مش صح، وده اللي ياخدني لتاني سؤال لحضرتك، لان برضو مش عايزين نقول بس انها جروبات الماميز، يعني هو ده بيحصل في اي حته، ليه الناس اسهل حاجه عندها ان هم ينشروا معلومه من غير ما يتاكدوا طبعا من صحتها؟ دي حاجه انا شخصيا مش قادر افهمها، لانه احنا زمان يمكن كان المعلومه اللي بتجيلنا هي دي اللي لازم، يعني المعلومه ما عندكش مصدر تاني ليها غير الشخص اللي اداها لك، لكن دلوقتي بقى الشخص في ايده التكنولوجي والتليفون والانترنت وكل الحاجات اللي تخليك في ثانيه تقدر تاكد المعلومه دي صح او غلط. يعني احنا ابتدينا من زمان وكان بيبقى صوره كده عجيبه، تلاقي مثلا عصفوره عليها راس مش عارف ايه، والناس تصدق وتبعت وتقول اتفرجوا وشوفوا العجايب وكده. ودلوقتي كان يعني فات بقى في وقت كبير جدا على الحاجات دي المفروض تكون انتهت. فمش عارف ليه لغايه دلوقتي لسه ممكن شخص ياخد معلومه ويقولها من غير ما يتاكد منها. وبعدين يعني لو تابعوا الكلام على ايه هياخدوا المعلومه اللي تعبنا عليها، وبقى زي الكلام على ايه حاجات كتيره قوي في السوشيال ميديا، ناس بتدور وبتعمل المجهود وتقول لك المعلومه، فما بقاش الموضوع متعب انك تلاقي المعلومه الصح. طب بما ان انت معانا بقى استاذ عمرو، احنا هنستغلك وتقول لنا ايه رايك في اخر فويس واشاعه انتشرت في كل تقريبا السوشيال ميديا، والخاصه بانه في تعابين مسممه للطماطم. دي كسرت الدنيا، دي راحت في كل حته. طبعا انا مش عارف مين اللي طلعها، بس اللي خضني اكتر هو كم الناس اللي صدقت. يعني شفت الوزاره نفسها دخلت تدافع، وجلوكل دخلوا اتكلموا على الموضوع، يعني بصراحه كان انتشار الحاجه واضحه زي الشمس، يعني انها ممكن ما تبقاش حقيقيه.
انه التعبان عض كان التعبان عض الطماطمايه فالسم دخل جوه، فانا لو كلت بقى الطماطمايه دي هيجي لي السم ده. يعني معلومه غريبه جدا وسهل قوي انك تاكد صح ولا غلط، ومع ذلك انتشرت انتشار غير عادي. فانا الصراحه بيني وبينك يعني مستغرب حاجه زي كده جدا، ومش فاهم ليه حاجه زي كده ممكن تنتشر بالسرعه دي. طيب هل السبب في انتشار الفويس نوتس دي انه بيكون في انسان بيتكلم فالناس بتحس انه ممكن يكون حقيقي؟ يعني الشخص اللي بيدي المعلومه نفسه ممكن يكون عنده القدره ان هو يوصل لك المعلومه مثلا بطريقه بسيطه طبعا، بالرغم ان المعلومه ممكن ما تكونش صح. فهل فكره وجود انسان البادي لانجوج بتاعته وطريقته وهو بيتكلم مقنعه ده بيخلي الناس انها تصدق من غير ما يرجعوا تاني يشوفوا هل المعلومه دي صحيحه فعلا ولا لا؟ طبعا احنا بنشوف ده في السوشيال ميديا. احنا لما بتتكلم، لو انت واحد يعني الطريقه اللي بتتكلم بيها والبادي لانجوج زي ما بتقولي اللي بيتكلم بيه بيفرق جدا في استقبال الشخص للمعلومه. انا لما ابتديت الكلام على ايه، واحده من الحاجات الاساسيه عندي كان ان انا عايز ابريزنت بطريقه بروفيشنال، بطريقه كلام واضحه، مش عايز ابقى اكون بهزر ازياده عن اللزوم علشان المعلومه لما توصل للشخص ما يستفهاش. النهارده حد بيبعت على جروب المفروض ان انت ام ومسؤوله والكلام ده كله، فانت عندك مسؤوليه والريسبونسبيلتي دي انت مش واخداها كده وخلاص. فلما تطلع وتتكلم بتون في انها عملت المجهود ودورت، الشخص اللي بيستقبل المعلومه ممكن يعني يستسهل انه يصدقها من انه يروح يعمل المجهود. فهي كده بتستغل يعني الكاريزما سوري فهي كده بتستغل الكاريزما بتاعتها في حاجه غلط. طيب انا هسال حضرتك سؤال يعني عايزينه يكون عملي شويه. انا بتلقى معلومه من على السوشيال ميديا، ازاي اعرف المعلومه دي صح او غلط؟ ايه هي الخطوات اللي انا المفروض اعملها قبل ما انشر او قبل ما انا اصلا اصدق المعلومه دي؟ يعني في العصر اللي احنا فيه ده بتاخد ثانيتين دلوقتي. يعني انا شخصيا مثلا اول حاجه عملتها ان انا رحت واخد دلوقتي بقى في كميه اي اي وتكنولوجي متقدمه جدا ان انا اخد الصوره واصورها وابعت له اقول له ايه ده، فيقول لك ده كذا، ده ممكن يبقى كذا، خلي بالك من كذا، طب الكلام ده خطر ولا مش خطر. فحتى اللي هو الشات جي بي تي او الحاجات اللي طالعه دلوقتي الايام دي بقى سهله قوي انك تبعت له المعلومه او الصوره او الفيديو اللي انت شايفه ويأكد لك ده ايه او يعني ينفي لك المعلومه. لكن ابسط من كده كمان في جوجل، خش على جوجل بتقول انا شفت طماطمايه فيها نقطتين ده ممكن يبقى ايه، هيقول لك وهيديك صور وتشوف تحاول تربط الريفرنس، هل ده اللي انا شايفه قدامي ولا لا. في مليون طريقه ان انا اكد المعلومه، ابسطها انك تسال اللي جنبك. مظبوط. صانع المحتوى عمرو الحكيم بشكرك جدا على المداخله. شكرا. وبكده نكون خلصنا فقره سكوب. تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض فقره السوشيال لاب ونرجع نكمل بقيه فقراتنا، استنونا. وجي معادنا دلوقتي مع السوشيال لاب، ونجمه السوشيال لاب النهارده هي الفنانه ياسمين صبري اللي دايما في حاله نشاط وتفاعل على الانستجرام، وبتحرص دايما على مشاركه متابعينها باحدث صورها واطلالاتها خاصه في رحلاتها خارج مصر. ياسمين صبري بتواصل تصوير مشاهد فيلمها الجديد الارض السوداء، واللي بيشاركها في بطولته كريم عبد العزيز واياد نصار ومجموعه من النجوم. الفيلم من اخراج بيتر ميمي. بيتابع ياسمين صبري على الانستجرام حوالي 22 مليون و500 الف متابع، ابرزهم سوسن بدر، نور، ريهام عبد الغفور، وصلاح عبد الله، وغيرهم طبعا من نجوم الوسط الفني. اما هي فبتتابع 96 شخص، ابرزهم اليسا، اسعاد يونس، حلا شيخ، النجوم العالميين فهي بتتابع جينيفر لوبيز وميسي. ياسمين صبري نشرت حوالي 1297 بوست على الانستجرام. تعالوا نشوف الصور دي عبارة عن ايه. أكترية الصور بتكون عن اللوكس بتاعتها في كل ايفنت، بس النسبة الأكبر بتروح للفساتين وإطلالاتها في المهرجانات السينمائية ورحلاتها للدول الأوروبية، فهي نشرت أكتر من 500 صورة لفساتينها من براندز عالمية مختلفة. من الحاجات الملفتة برضو في أكاونت ياسمين حبها للشنط وكمان الإكسسوارات واللي دايماً بتكون من براندز عالمية وبتتصدر الترند. ياسمين صبري بتحب السفر جداً وزيارة مدن العالم، وبتحب تاخد فوتو سيشنز ليها لكل بلد بتسافرها، وكمان بتحب تشارك جمهورها الرحلة بداية من الطيارة لحد ما تسافر. الرياضة، ياسمين صبري بتحب ومهتمة جدا بالرياضة، ونشرت أكتر من 20 صورة وهي بتمارس الرياضة وخصوصا اليوجا. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب.
وأنا بتفرج على السوشيال ميديا لفت نظري فيديو لسيدة جميلة قدامها وجبات كتير. افتكرت ده محتوى عن الطبخ في الأول، لكن لما دخلت البيج لقيت أن المحتوى جديد جدا، يمكن أول مرة يصادفني، وخصوصا أنه محتوى قايم على الخير والعطاء وعن الإطعام تحديدا، وده اللي خلى صاحبة المحتوى ده يكون ليها دور كبير أنها تساعد ناس كتير محتاجين. الجميل في الموضوع أنه عملية توزيع الأكل بتكون بمنتهى الرقي والسهولة، وده اللي خلانا نقول لازم نستضيفها وتكون معنا عشان نعرف منها القصة بكل تفاصيلها. نورنا في الاستوديو الاستاذه رشا مجاهد صاحبه بيج لقمه خير. ازيك يا رشا؟ اهلا بيك يا ريهام. انا مبسوطه ان انت جيتي النهارده. انا مبسوطه ان انا معاكي النهارده. ميرسي يا رشا. انا اول حاجه طبعا هسالك عليها، ازاي جات لك فكره لقمه خير؟ بصي، الموضوع بدا معايا من 2006، تمام، وكان بمنتهى البساطه كنت رمضان 2006 نازله انا وجوزي بنفطر بره. كنا رايحين سيدنا الحسين يعني. اوكي. وقال لي زودي شوية وجبات كده ناخدها، يمكن يكون في حد مش مع أكل وكده فيفطر معانا. عملنا الوجبات واخدناها ووزعنا على الناس اللي كانت حوالينا يعني. وقعدنا كده جنب الناس نفطر معاهم في الشارع كده على الرصيف. يعني كان أول مرة، ما كنتش متخيلة أن أنا أقعد على الرصيف بصراحة. قعدنا وفطرنا ولقيت الناس مبسوطة جدا، فلقيت نفسي ان انا عايزه اكرر الموضوع تاني، ان انا اعمل تاني الموضوع ده، اعمل وجبات تاني واطلعها. ولقيت بقى ان انا يعني ايه مش عارفه ابطل، يعني انا بدات خلاص رجلي جت في الموضوع ومكمله، كل مره الاقيني بعمل وجبات وانزل اوزعها في اي حته بقى، لحد ما حصل كده ما بيني وما بين المطبخ علاقه جميله. ايوه. وانا المطبخ ده والله ما كنتش بقدر اقف اصلا فيه اكتر من 5 دقايق. يعني بسبب تستحمليهوش؟ لا، كان عندي دوالي جامده جدا في رجلي فما كنتش بقدر اقف فتره طويله. بس سبحان الله بعد الحركات اللي انا كنت بعملها او الاطعام ده لقيت الموضوع سهل وخفيف عليا جدا، ورجلي عادي، لا انا بقف ما فيش اي مشاكل، الدنيا لا خفت وراقت. ولقيت نفسي مكمله بقى، يعني لقيت اكني يعني ربنا بيقول لي ان في اسرار بيكتبها على اللي بيعمل لقمه بيطلعها المحتاج. اوكي. فكملت، ومن العشر وجبات الموضوع بقى يكبر يعني، او من العشر حاجات اللي احنا عملناها كانت عيش ولحمه على فكره. ما كانش حاجه يعني وجبه بشكل بقيت اعمل وجبات. السنه اللي فاتت رمضان السنه اللي فاتت قبلها على طول كنت نازله اخد ورشه كده لصناع المحتوى في مكان ما، فجم اخر الورشه قالوا لي يا رشا قولي لنا فكره برنامج، احنا خلصنا الورشه اتعلمنا فيها كل حاجه، لو عندك برنامج هتحبي تقدمي ايه؟ فقلت لهم انا اكتر حاجه بتبسطني وبستريح فيها ان انا اعمل لقمه واطلعها لحد. كان قبلها بقى جوزي عمال يزقني اعملي شجعي الناس، طلعي المحتوى بتاعك البسيط، خبرتك الطويله في الاطعام او الوجبات خلاص انت عرفتي تظبطي كمياتك، فقولي للناس الكلام ده وطلعي ده في شكل برنامج. فقلت لهم انا عندي برنامج اسمه لقمه خير. واول ما عرضت بقى الافكار بتاعتي اللي انا عايزه اطلع بيها البرنامج اتحمسوا جدا، ولقيتهم معايا وقالوا لي ايه احنا معاكي مكملين بقى، احنا هنيجي نصورك. كان فاضل اسبوعين على رمضان وانا كنت محضره ساعتها وعامله بقى ميزانية كده وسايباها للإطعام لشهر رمضان. أول أسبوع صورت فيه كان أول لقمة طلعها من رمضان، جم وصوروني ولقيت الدنيا مشيت انطلقت، يعني لقيت إقبال غريب من الناس إن فكرة المحتوى أكيد الناس كانت محتاجة دفعة بس كده إن هي تعمل. طبعا شهر رمضان شهر خير طبعًا. كتير والناس بتحب تعمل فيه، فلقيت الموضوع الحمد لله ماشي، وبعد رمضان لأ ده ماشي أكتر، فالحمد لله الدنيا مشيت معي. بس هي بدأت من الوجبات البسيطه اللي احنا نزلنا نوزعها في الحسين بعد كده. بس طيب ازاي بيتم تحديد مثلا كم وجبه هتطلعيها، خصوصا ان الحاجات دي يعني ساعات كتير جدا بتكون مع مؤسسات ومش افراد، فاكيد ممكن يكون الموضوع صعب تحديد الوجبات. توزيع الوجبات بيتم ازاي؟ كل ده عايز اعرفه. بصي، اولا يعني انا برضو ما عنديش يعني المقدره الماليه ان انا اشتري او ان انا يعني اجيب واشتري طول الوقت. بس انا كنت حابه ان انا اعمل بايدي، يعني انا دايما اما بعمل حاجه في البيت بحس ان انا بعملها بحب، يعني بالذات اللقمه دي بحس ان انا بعملها بحب، اكني ضيف عزيز جاي لي وبطلع احسن ما عندي فيها، يعني بطلع كل حاجه، يعني بحس ان هي لازم تطلع وجبه كده متكامله تشبع، وفي نفس الوقت زي ما انا باكلها وبحب اكلها بحب اطلعها بالظبط.
فقلت ايه، لا انا يعني الموضوع بصراحه انا هطلع من بيتي، انا مش هقدر ابقى مع مؤسسه او ان انا ادي فلوس لحد، انا هطلع كل اللي ما اقدر على حاجه هتعمل يعني. هعمل. فبدات، فالحمد لله يعني كل مره كنت بحط ميزانيه، صحابي عرفوا ان انا الحمد لله بعمل الموضوع ده، طيب خدي اعملي لنا، اخواتي طيب، فالموضوع ابتدى يعني الحمد لله بدل ما بطلع مثلا 10 20 وصلوا ال 50 وصلوا ال 100، ولقيت الحمد لله ان في اللي حواليا يعني الناس اللي حواليا هي ابتدت تشجعني، لا اعملي بقى وكملي يعني في الموضوع ده. فمشيت معايا كده لحد بقى البرنامج، وابتديت لقيت الناس بتقول لي طب ما تساعدينا يعني احنا مش بنعرف نعمل برضو ده بايدينا، على الرغم ان هو كان الهدف اساسا من المحتوى ان انا اشجعهم واظبط لهم الكميات. يعني ما انا بقول في المحتوى بتاعي ان الكميات اللي انا هعملها مثلا ل 100 وجبه كذا وكذا وكذا، فبظبطها لهم، بس في ناس بتبقى ساعات احيانا بره مصر، في احيانا ناس مريضه ما بتقدرش تعمل. فلقيت لا يعني اعملي لنا او ساعدينا في ده، طيب يا جماعه خلاص هعمل لكم، ابعتوا لي مكونات، تبعتوا ليش فلوس، ابعتوا لي المكونات اللي انا هعمل بيها الوجبه، وبقيت اساعد الناس واعملها. توزيع كنت بنزل في الشارع، يعني موضوع التوزيع الاول كنت بنزل في الشارع واوزع بصراحه على يعني اللي بشوفه، سواء شكله محتاج ان انا اديله او احيانا كمان لا مش لازم يعني الشكل يكون باين قوي. وبعدين من الشارع ابتديت لا انا عايزه اوصل اكتر لناس مستحقه اكتر. برضو ربنا بعت لي ده، برضو الحاجات دي كلها رزق يعني، ربنا طبعا بعت لي برضو حد جميل كده على السوشيال ميديا، كنت بسالها بس مجرد العيله بتجيبيها منين، وهي كانت عامله محتوى برضو مطبخ خيري، فعرفت ان هي عامله مطبخ خيري خاص بيها هي وعيلتها، وهي اساسا عضوه في جمعيه خيريه، فابتدت تدلني على الاسر المتعففه اللي بتوصل لها، اللي هم عاملين دراسه بيها وبيوصل لها الحاجه. فبقيت اروح معاها اودي الحاجه واروح معاهم هم بيوزعوا في على الاسر، او تبعت لي حد من المتطوعين عندها وهي توزع برضو. طيب الناس انت اللي بتروحي لهم يعني ما فيش مكان ثابت مثلا؟ لا اماكن مختلفه، احنا احيانا بنزل الشارع، باخد ولادي معايا، ممكن ننزل، ممكن انزل قدام اي طوارئ مستشفى زي معهد الاورام، مستشفى بوريش، معهد ناصر، يعني بنزل كده للناس. واحيانا بقى تاني بروح للناس في بيوتها، يعني بوزع على الاسر في البيوت. فما فيش مكان محدد، لا بالعكس دي اماكن كتيره. وبعدين من الصفحه ابتديت قلت لا انا عايزه بقى ايه اروح لاماكن تانيه برضو الفت نظر الناس ليها، دار ايتام احيانا بتبقى محتاجه، مسنين برضو دول رحت لهم، الفئه دي رحت لها، اصحاب الهمم برضو عملنا معاهم يوم. يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا الاماكن اللي ممكن الناس مش واخده بالها، عشان الناس دايما تقول لي هنوزع الاكل فين، طب احنا عملنا الاكل بس مش عارفين هنوزعه فين. صح، لا في اماكن كتيره محتاجه، يعني في اماكن كتيره، فبقيت كل مره اختار مكان مختلف علشان الناس تبتدي تاخد بالها، واقول لهم خلوكم في المكان في الاريا بتاعتكم، يعني في حدود المكان، شوفوا دار مسنين، شوفوا دار ايتام، اصحاب همم، ناس مريضه، ناس متعففه في بيوتها، يعني نسال حوالينا هنلاقي كتير. ازاي بقى بتعرفي الناس المتعففه في بيوتها دي؟ يعني دايما بسمع حته اللي هو ايه مثلا انا عايزه اطلع صدقه او عايزه اطلع زكاه او عايزه اساعد، وما بيبقوش عارفين بجد. يعني مثلا احنا فاهمين ان دايما الاقربون الاول، صح؟ بعدين بعد كده بعد الاقربون المفروض الناس اللي فعلا محتاجه. بصي ما اكدبش عليكي برضو الموضوع يعني انا عشان شخص لوحدي مش هعرف كل الناس، لكن اقدر اعرف مثلا حواليا المحيط اللي حواليا، عارفه مثلا ان في اسره انا عارفه على قدها او ظروفها على قدها، بابها مقفول عليها وعارفه ان ظروفها ما بتاكلش كويس ما بتشربش كويس، بحاول اعمل ده في اللي جنبي. طب انا عايزه اوصل لاكتر من كده، فابتدت تساعدني بقى الجمعيه اللي انا بقول لك عليها دي، هم عندهم بقى حالات دراسة كتير بقى. دراسه بقى بحالات كتير بصراحه، فبيوصل الحاجه ما بين بقى مرضى، ما بين محدودي دخل، ما بين ايتام، ما بين معاقين، يعني فئات برضو مختلفه، بس الحاجه بتوصل للناس في البيت، يعني الحاجه بتوصل طبعاً للناس في البيت بس كده. طب انت كنت متوقعه الاقبال على المحتوى الخاص بيكي بالطريقه دي؟ لا. ايه اللي حصل قولي لي، يعني خالص اتخضيتي حسيتي ان هو ايه ده في ناس كتير قوي عايزه تساعد؟ لا هو انا اكتشفت الناس، اكتشفت ان في خير كتير والله بجد، يعني ما كنتش متوقعه ان الناس هيكون اللي هي اكنها فعلا محتاجه حد بس يقول لها تعمل ايه، لكن الناس فيها خير والناس عايزه تعمل، بس محتاجه كانت تتزقى دي. فلقيت لا البرنامج اول ما طلع لا انا عايزه اعمل. طيب انت شجعتينا، بسطت لنا الموضوع، يعني خليتي موضوع الاطعام بسيط. يعني من يعني الناس كانت كلها فكرتها عن الاطعام وجبه مكونه مثلا من قطعه لحمه او قطعه فراخ وخضار
وبس، اللي هي وجبه غدا اللي هي المعروفه بالزبط. لكن الموضوع كان ابسط، انا قلت لا، ما وجبه الفطار دي برضو اطعام يعني وجبه سهله واساسيه في بدايه اليوم، والناس دلوقتي بقت تشيل همها، يعني الناس دلوقتي بقت تشيل هم الفطار، بقى مكلف على ناس كتير. شويه الجبن اللي احنا كنا بنستسهلهم لا دلوقتي مش كل الناس بتقدر تجيبهم، حتى شويه الفول. فقلت طب ايه المانع ان احنا نعمل سندوتشات بسيطه من الفطار، جبنه، بيض، فول، بطاطس. فالناس اتشجعت، اه طب ما هو الموضوع سهل اهو، ده انا هنزل اوزع في الشارع كده وانا في عربيتي ورايح شغلي، هنزل اوزع الكام وجبه دول، ولا ياخدوا مني مجهود في العمايل ولا مجهود في التوزيع. فبسطتها على الناس، فابتدت الناس بصراحه تتشجع، ومردود بقى ده كان بيجي لي بصراحه انبهرت، يعني ما كنتش مصدقه ايه ده، الموضوع مشي ما شاء الله حلو قوي يعني. فكله خير الحمد لله. طيب في ظل ظروف المعيشه دلوقتي واللي هي طبعا بقت صعبه شويه عن الاول، حسيتي ان موضوع اعمال الخير والاطعام وان الانسان يحاول ان هو يساعد اقل شويه عن الاول، وان حصل فيها فجوه ولا لا؟ لا والله بالعكس، انا بقى بحس ان كل ما الموضوع بيصعب ماديا على الناس، كل ما بلاقي ناس يعني بتبقى عايزه تساعد اكتر غيرها. دايما يقولوا كده على فكره، يعني والله. دايما يقول لك اول ما انت تحس ان الدنيا مقفوله عليك لا طلع هتلاقيها اتفتحت عليك، وفعلا ده بيحصل. فعلا ده فعلا، لاني بقى ايه اللي بيطلع حاجه بيلاقي فعلا سبحان الله ربنا، يعني اكنه ربنا بيقول ايه، انت مش احسن مني عشان تكبر بخاطر الناس، لا ده انا هكبر بخاطرك قوي. فكل حد بيعمل حاجه سبحان الله بتبقى خالصه كده لربنا، ربنا بيبعت له اضعافها او بيديله حاجه كده سر كده، يلاقي ان الموضوع فعلا ده فيه سر جميل. يعني والله ست كانت لسه بتقول لي ايه يا رشا، انا نزلت اوزع ووقعت، وهي مش صغيره في السن، عملت الاطعام وتشجعت بعد صفحتك ونزلت اوزع الاكل، وقعت وقعه جامده جدا، لو حد في سنها وقعها يعني هتتكسر مش هتقوم من مكانها. تقولي لقيتني قمت ومكمله ومفيش اي حاجه في رجلي، انا اللي حواليا بقوا مخضوضين ازاي انت قمتي. فبتقولي لطف ربنا، لاني انا نازله اعمل حاجه كويسه او نازله خير اعمل خير، فربنا يعني جبر خاطري، ما اذانيش، حافظ عليا من الاخر. بس هي دي الاسرار بقى اللي انا ايه يعني فعلا كل حد بيعمل حاجه حلوه زي كده او بيطلع لقمه بيلاقي فيها قصادها حاجه جميله بتكبر بخاطره طبعا. بس طيب دلوقتي لو في حد عايز يساعد ويشارك معاكي، ايه هي الخطوات اللي المفروض يعملها؟ بصي انا الناس بتبعت لي كتير عايزه تشارك، في عايز يشارك بالمجهود، يتطوع كده بالمجهود، بس المجهود اللي هو يجي يساعد وقت يساعد مثلا ما بتلفي تحضير بقى في تحضير الاكل وتعبئه الاكل والكلام ده وتوزيع الاكل، ده كتير. وفي ناس عايزه تساعد ماديا، بس انا برفض الماديات بصراحه، لاني انت بتخليهم يشتروا الحاجه نفسها وانت بتعمليها. انا دايما اقول انا مش مؤسسه ولا جمعيه خيريه عشان اقبل تبرعات، فهتولي المكونات سهلوها عليا، هتولي المكونات وانا اعملها. ففي ناس بتبقى عايزه تتبرع بمكونات، وفي ناس بتبقى عايزه تتبرع بفلوس، وفي ناس بتبقى عايزه تتبرع بمجهود. ففي ناس كتيره بصراحه عايزه تساعد وعايزه تعمل، وفي ناس بتعمل بقى بنفسها خلاص يعني طبعا. عرفت بقى الخطوات وعايشه حياتها، يقولوا لي بس قولي لنا ننزل فين، نوزع فين، يعني احنا عملنا نوزع بقى فين. فدول كلهم انت مثلا لو بعتوا لك بتقول لهم نفس حاجه، يعني انت هتبعتي الحاجه اللي احنا هنعملها الاكل، او هتساعدني في ان احنا نوضب الوجبات نفسها وتقفلها او التوزيع. بالظبط بالظبط، هاتوا لي مكونات وانا هعملها لكم. انت بقى يا رشا بتعملي كل ده ازاي وانت بتشتغلي؟ والله ارهام مش عارفه. والله مش عارفه، هي ماشيه ببركه ربنا. يعني هي انا بعمل ده، يعني انا مثلا شغلي مريح شويه، فمش كل يوم بنزل الشغل، فبحاول الوقت اللي انا قاعده فيه ما بنزلش الشغل بعمل بقى اطعام. يعني اليوم ده حد جاب لي حاجات، خلاص انا هعملها اليوم ده، بحاول بقى انسق مجهود واه تعب واه يعني فيها، يعني بصراحه حاسه ان انا بس مش قادره ابطل، عارفه اللي هو انت حاجه يعني مبسوطه بيها قوي بتعمليها ومش عارفه توقفيها. يعني دايما ولادي يقولوا لي ماما افصلي عشان تستريحي بقى، انت تعبتي وارهقتي. لا انا بصراحه حاسه ان انا لا انا مظبطه ده، بالعكس ده انا مظبطه نفسي جدا ووقتي على الاطعام بقى هو الاساس، وبعد كده بقت يعني مسؤولياتي جايه وراه. فالحمد لله هي مترتبه لي كويس جدا من ربنا، ظروف شغلي اللي مش يعني مش كل يوم، البيت، الولاد برضو الحمد لله ما بقوش صغيرين يعني كبار، فهي متيسره من كل حاجه الحمد لله. طيب في ناس بتبقى دايما عايزه تعمل عمل خير او يقوموا بعمل تطوعي، وتلاقيهم وقفوا ويقعدوا يفكروا كتير بس ما بيعرفوش يبداوا. يعني
انا شفت ناس كتيره جدا قدامي بيقول لي مثلا ايه، انا عايز اعمل حاجه خير بس مش عارف ايه هي، ومش عارفه اروح فين، ومش عارفه ابتدي ازاي، دول تقول لهم ايه او توجهيهم فين؟ انا بالنسبه ليا اطعام الطعام ده من احب الاعمال لقلبي بصراحه. يعني اكتر حاجه، يعني لو يقولوا لي هتعملي حاجه تانية هقول لهم لا، انا عايزه هي اللقمه اللي بتروح لحد محتاجها يتبسط بيها وهو بياكلها كده، وانا بعملها بحب وانا في المطبخ كده وبطلعها وانا مبسوطه، وعشان هي بتتعمل بحب فبتوصل للناس فعلا بيبقوا مبسوطين بيها وبتبقى حلوه. فاطعام الطعام هو بالنسبه لي رقم واحد في اي عمل خيري بالنسبه لي. لكن في حاجات كتيره ممكن الناس تعملها، يعني بتجيلي والله حالات كتيره على الصفحات محتاجين مساعدات. يعني في ناس بتبقى عايزه تعمل مشاريع، حاجه مشروع صغير يبتدوا بيه مثلا عشان يقدروا يكملوا حياتهم. انت بتحطي الحاجات دي لما بتجيلك على الصفحه بتاعتك؟ لا بصي، انا بحتفظ بيها لحد اما ابقى في وقت من الاوقات ان شاء الله جمعيه عشان اقدر انفذ ده. لان انا برضو او لما حد بيبعت لي وعنده المقدره ان هو عايز يساعد بوجهه للناس دي بصراحه. يعني انا كان في حد لسه مكلمني وقايل لي برضو ان هو عنده المقدره ان هو يساعد بقى شاب لسه بيبتدي حياته في مشروع صغير. فاول ما ده بيجي لي ان الحاله زي كده بروح بعتها، يعني بحاول برضو ان انا اقرب طبعا او اعمل الخير ده، بس اللي هو ايه يعني مش هاخد بقى انا او مش هستقبل انا لا منك للشخص على طول. مفهوم. يعني في حد من بره مصر بيكلمني بيقول لي انا عايز مثلا اكل كلاب وقطط. طبعا دي روح وكلنا هنتسال عنها، وفعلا وكتيره في الشارع بنشوفهم، وفي ناس بتقتني الحاجات دي او بيربوها يعني عشان ما ترميش في الشارع، بس هي عايزه تعمل ده. فتقول لي اعمل ده عن طريقك، يعني انا واثقه فيكي فعايزه اعمل ده عن طريقك. فاقول لها طيب هاتي لي طب الحاجه اللي احنا هناكل بيها الكلاب والقطط، وحاضر وانا هنزل اكلهم مفيش اي مشكله. بس طب ايه اجمل موقف حصل لك في رحلتك مع الاطعام؟ في حاجات كتيره الحمد لله قوي، من ضمنها مثلا موضوع الدوالي. انا كان موضوع الدوالي ده كان صعب، وكنت عملت حقن كتير في رجلي، وفعلا رجلي ما كنتش بقدر اقف عليها خالص. يعني من بدايه ما مشيت لقيت يعني الحمد لله، يعني ربنا عالج لي كل حاجه كده راحت يعني الحمد لله من غير اي تعب ولا اي حاجه. موقف لسه حاصل من قريب قوي بصراحه، يعني استعجبت. كان في مكان كنت رايحه ودي له اكل، كنت عارفه ان في متجمع فيه ناس، وكنت عامله وجبات وكنت رايحه ودي لي المكان ده، ولاول مره كنت اروحه بصراحه المكان. وكنت واخده معايا ولادي الاثنين، يعني بنتي وابني كبار. فماشيين تايهين يعني على اللوكيشن كده، الجي بي اس متوهنا مش عارفين نوصل فين، لحد ما وصلنا المفرق ما بين نطلع كوبري ولا نمشي من تحت الكوبري. فلقينا واحد واقف على بدايه المطلع ده وشايفنا هو تقريبا من بعيد ان احنا تايهين، فبيشاور لنا. وراجل يبدو كده عليه ان هو بسيط جدا يعني من ملابسه. فوقفنا فقلنا له احنا عايزين نروح المكان الفلاني، فالراجل قال لنا بالتفصيل نروح ازاي. فقلت لمحمد يعني طلع له طيب حاجه بقى من الاكل ده نديها له كده. اول ما طلعنا الوجبه يعني انا يا دوبك بس بدور على المعلقه عشان اديها له، لقيت الراجل فتح الوجبه وبياكلها بايده. قال لي عارفه انا كنت عماله اقول انا نفسي انا جعان يا رب، يعني الراجل واقف بيكلم ربنا انا جعان ومش معايا يجيب اكل. والله انا تنحت يعني. قال لي انت ربنا بعتك ليا. قلت له انت ربنا بعتك ليا. في نفس اللحظه كان محمد ابني كان معذبني قوي بقاله كام يوم وطلع عيني. فبيقول لي ده ابنك؟ قلت له اه. الراجل لقيته بقى فصاحه رهيبه نزلت عليه وعمال يقول له امك دي تبوس ايدها، اوعى تزعلها، كانه عارف ان مثلا هو مزعلني. رسالته وصلت لمحمد بقى، يعني انا مستعجبه اكن هو ربنا بعته في الوقت ده عشان يقول الكلمتين دول لابني، عشان ابني ياخدهم كده ويهدى ويبقى بعديها جميل معايا، وفي نفس الوقت انا ربنا بعتني ليه عشان ياكل ويتبسط وهو ما كانش في جيبه ولا جنيه. ففي حاجات كده بصي صغيره طبعاً. بس بصراحه يعني بتقصر. بحس ان هي ايه يعني مش انا اللي بعملها، هو ربنا اللي بيمشي الحكايه كلها. يعني عارفه يا رشا دايما يقول لك انت ممكن تكوني مصدر الخير للانسان، بس انا بعتبر ان الناس اللي ربنا بيختارهم ان هم يقدروا يعملوا الخير ده، دي بتبقى هديه من ربنا ليكي. اكيد ليك. اكيد والله الحمد لله. الحمد لله، وان شاء الله يا رب دايما ربنا يديمها عليكي يا رب. نعم. يا رب. في جمله انت دايما بتقوليها كنا عايزين نفهم معناها ايه. الخير محتاج صاحب بر
وصاحب سر وصاحب ايه؟ صاحب شغل. شغل معناها ايه؟ بصي، اي عمل خير، اي عمل خير او اي مكان بيطلع منه خير لازم تلاقي الثلاثة دول. يعني مثلا لو بيت بيعمل اطعام، هتلاقي الاب هو صاحب البر، هو اللي بيصرف، هو اللي بيجيب الطلبات، بيجيب اللحمه والرز والفراخ والحاجات دي. ولازم دايما برضو يبقى في حد بركه كده في المكان، جد بقى، جده، اللي هو مجرد كده وجودهم في المكان بتحسي ان هو بركه، يعني يلمسوا الاكل كده تلاقي الدنيا يعني احلو. في اي مشكله بتلاقيها اتحلت بسهوله بحكمتهم. اما صاحب الشغل ده بقى، ان ده راجل يعني عنده صحه، ربنا مديله صحه وبيزكي بيها عن نفسه، ده بقى اللي بيشيل وبيحط وبيوزع وبيغسل وبيعبي والكلام ده كله. بس ساعات بنلاقي واحد بس في كل الحاجات دي. صح. يا سلام بقى لو في واحد مجتمع فيه الصفات دي كلها، يعني ايه الجمال ده كله؟ يعني ساعات بيعمل كل حاجه. طبعا طبعا، يعني ساعات وغالبا بتكون ست، عايزه اقول لك يعني من اللي انا شفته، يعني بتبقى ستة وبتبقى هي اللي بتجيب الفلوس وبتجيب الطلبات وهي اللي بتعمل الأكل وهي اللي بتوزعه، وفي طبعا في الآخر خالص ممكن يبقى فيه شوية ناس بتساعد، بس هي فعلا بيبقى فيها هي صاحبة البر وصاحبة السر وصاحبة الشغل. أيوة طبعا، ودي طبعا ربنا بيكون كريمها وبيديها هدية. ربنا يجعلنا منهم بقى. طيب، بتيجي أفكار الإطعام إزاي؟ وايه هي اسهل وجبه؟ انت قلتي لي الفطار، بس بيبقى متكونه من ايه؟ بصي الافكار، انا دايما ابص احنا بنحب ناكل ايه. يعني انا بحب مثلا المكرونه دايما مرتبطه بالبانيه، مكرونه وبانيه. مثلا ملوخيه ورز وفراخ، يعني في حاجات كده وجبات بحس ان هي ثوابت كده. ايوه صح. فدايما اقول احنا بناكل ايه واحب اطلعه للناس زي ما احنا بناكله بالظبط. يعني اليوم اللي انا عملت فيه بط، انا بحب اكل مثلا البط جنبه كشك. في ناس تحب تاكله جنبه ملوخيه. انا احب بقى اطلع، يعني الافكار بتيجي من اللي احنا بناكله. ساعات بحب بقى اجدد او اعمل حاجه احنا ما بناكلهاش، بس برضو في نفس، يعني السمك ما كانش قوي متاح في الاطعام، يعني مش كل الناس كان بتعمل سمك. قلت ما السمك وجبه جميله جدا والناس بتحب تاكلها في خلال الاسبوع، يعني مره لحمه، لا مره فراخ، مره سمك، طب ليه ما ندخلوش في الوجبات؟ برضو موضوع السمك ده عجب الناس جدا وكان بعيد شويه عن الناس او عن تفكيرها. الناس لحمه وفراخ بس، هي دي الوجبات بتاعه الاطعام. يعني عارفه ايه الحاجات اللي احنا بناكلها؟ هي بتيجي من الحاجات اللي احنا بناكلها، احنا بناكل ايه في خلال الاسبوع او عموما بناكل ايه، واطلع زي ما احنا بناكل بالظبط. طب هل الاطعام في شهر رمضان بيختلف عن الاطعام في بقيه الشهور؟ بالنسبه لي مش بيختلف، لان هي الوجبه اللي بتطلع بنفس الاحسان، بنفس الكفاءه، بنفس كل حاجه. هي كل اللي بيزيد عليها في رمضان ان عدد الوجبات بتزيد. يعني لو انا هعمل مره او مرتين في الاسبوع في الايام العاديه، لا انا بحاول اعمل مثلا 4 مرات 5 مرات، بزود شويه العدد. شهر بركه والناس بتحب يعني الوجبات او بتحب الاكل، فبزود. يعني هي بس بزود، لكن هي نفس الحاجه اللي انا بطلعها في الايام العاديه بطلعها برده في شهر رمضان بنفس الحب اللي انا بعمله في الايام العاديه بتاع رمضان، حب زياده شويه طبعا. طيب قول لنا اقتراحات لوجبه حد مثلا عايز يساعد بيها، بس تكون مش مكلفه، يحط فيها ايه؟ لو فطار، يعني ممكن تبقى وجبه فطار بسيطه، الناس كلها بتحب مثلا الفول طبعا. ممكن يعملوا فول وبطاطس. دي حاجة بسيطة جدا وسهلة ومش مكلفة. طب لو وجبة غدا، أنا بالنسبة لي مكرونة وبانيه سهلة برضو، مش هتاخد منهم حاجة، شوية مكرونة محمرين، شوية كيلو بانيه واحد ممكن يعمل معايا مثلا 10 وجبات. لأن البانيه ما بيبقى متقطع، فبرضو بيديني عدد حلو من الوجبات طبعا. فمكرونة وبانيه للغدا تمام. فطار تمام برضو، حاجات بسيطة من اللي احنا بناكلها. في ناس عايزه اقول لك ان هي بيعملوا الاطعام ممكن ينزلوا شويه عصير. يعني الاطعام مش اكل بس على فكره، ممكن شويه رز بلبن. يعني الموضوع بسيط، يعني ممكن يبقى حاجه حلوه مش لازم وجبات. صح. في حاجات كتير ممكن نعملها، ممكن شويه باتيه، يعني عارفه حاجات مخبوزات من الفرن. في ناس بتعمل كده. افكار كتير والله. افكار كتير وسهله جدا، وممكن تتعمل وبسيطه ومش لازم يكون الرقم لا.
لا لا كبير ان انت تجيبي بيه اكل كتير وكده، بس ممكن يكون حاجات بسيطه جدا وفعلا تشبع اللي قدامك. بالظبط صح بالظبط. رشا انت نورتيني جدا النهارده، وانا مبسوطه ان انت كنتي معايا. ميرسي، ربنا وربنا دايما يعني يخليكي دايما بتعرفي تعملي الخير يا ده. رب يا رب، ويديم عليكي نعمه زي ما انت برضو بتحاولي تساعدي الناس. يا رب. ميرسي جدا ليكي يا ريهام. ميرسي يا رشا. شكرا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.